السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول: تجريف متعمد للمنازل وانعدام البنية التحتية أبرز ملامح المعاناة للمدنيين في مدينة الموصل. وفي العنوان الثاني لدينا: في استغلال واضح للمرضى، مستشفى الكفيل وغيرها تضع أسعارا مكلفة نظير العلاج في العراق. في عنواننا الثالث: استغلال السلطة في شوارع العراق يزيد من الاختناقات المرورية والتجاوزات. وفي آخر العناوين لدينا في هذه الحلقة: مدارس العراق، إهمال حكومي وجهود ذاتية بذلها المدنيون للحفاظ على وضع المدارس المتدني في العراق. أهلا بكم. تحدث مواطن من مدينة الموصل عن الحملة التي يقودها محافظ نينوى نوفل العقوب في أحياء المدينة القديمة لتجريف المنازل بطريقة رأى المواطن أنها متعمدة وطمر للكثير من المنازل فيها، وناشد أيضا المسؤولين إلى التدخل السريع لإيقاف هذه الجرائم بحسب وصفه بحق ممتلكات المواطنين. احنا يمشي الطجومي، جينا طبعا الصدمة ما تنوصف. هسه انا واقف على الطابق الثاني صيغ مستوى الارض. هاي البيوت الهوني اللي انا هسه عليها ما بيها شيء، مجرد تدمير جزئي وممكن اعادة اعماره. الحملة مال المحافظ ايش كن عملوا؟ كن عملوا البيوت العيلية اللي اعلى من عنده، كن نزلوا البيوت كلتها، بحيث هسع هاي الأغذية اللي عترشعوها هاي يمكن ارتفاعها 15 متر، بيوت بكامل اندفنت. لحق هسع هذا بيت الجوة هذا ما بينه شيء. هسع التكملة مال البيت جوة أنقاض، جوة هاي الأنقاض اللي عترشعوها قدامكم. بأي حق بأي دين بأي مذهب المحافظ عيعمل هالشكل بحملته؟ يعني هذا البيت ما كان بينه شيء، موجود دحق وسعنا على الطابق الثاني ترشعون صايغ بمستوى الأغذية. هاي البيوت اللي اندفنت يعني اشو راح تتعالج؟ اش راح يقل مصحابها؟ بأي حق دفنها؟ ليش دفنها؟ ما عاد افهم شنو السالفة، منو خوله هالشكل يعمل بالبيوت هالتخريب؟ نحن نتساءل عن الآلية التي يريد أن يتبعها محافظ نينوى في عملية الإعمار أو إعادة الإعمار أو إعادة البناء هذه المنازل التي دفنت الآن والتي طمرت وجرفت. هل سيبنى مكانها منازل جديدة للمواطنين؟ متى ستبنى هذه المنازل في حال لو كان هناك مشروع بهذه الطريقة؟ أين الأموال التي ستبني هذه المنازل أو المناطق الجديدة أو تعمر مدينة الموصل؟ أين الأموال التي أخذت في مشاريع أو ندوات أو مؤتمرات لإعادة إعمار العراق وغيرها مليارات الدولارات؟ الميزانيات الخيالية للعراق، هذه الأموال الطائلة، لماذا لم نرى تعمير وقد أعلنت الحكومة السابقة عن الانتصار والتحرير وما إلى ذلك من هذه الأمور؟ لماذا المدنيون ما زالوا في المخيمات؟ لماذا ما زالوا مشردين؟ متى ستعمر هذه المناطق؟ لا أحد يعلم. مواطن موصلي آخر يقول إن الأمطار أصبحت نقمة على أهالي المدينة القديمة بسبب تضرر العديد من المنازل وانهيار العديد من المباني، فنشاهد. كان قبل نتفائل بالأمطار، أمطار خير تنزل على العراق، تقطع الخضار، يقطع يسع، نتشائم من الأمطار. السبب تعشف المنازل، يعني أنا الشارع اليوم مكانه ما يخف، السبب كل الماء تحت البيوت. كان عليه بالليش البيوت كلها على طبعها، اتمنى تفوت على العوجات، البيوت كلها وقعت من ورا هاي الامطار، واللي من تناشي الحكومه لا حيالي من تنادي، وتشوف البيوت، تشوف الناس يعني اذا ما سقط البيوت، اتمنى انه تشوف الناس شلون عايشين وشلون الامطار تنزل عليهم من فوق من الاسطوحات ومن الغرف المفتوحه من جراء العمليات والقصف. الحمد لله احنا شارعنا عندنا عمارات واقعه والماء يخلط جواتها، بس ان شاء الله عن قريبهم راح تتساقط هاي العمارات. ننتقل إلى موضوع آخر. تحدث مواطن عراقي عن أنه بعد أن طلب منه 800 دولار في مستشفى الكفيل لإزالة كيس دهني في وجهه، قام مضمد في منطقة حي العامل ببغداد بإزالة هذا الكيس الدهني بمبلغ يقدر ب5000 دينار عراقي فقط. دعونا نشاهد.
مرحبا حبايبي، طبعا تحياتي للجميع. يمكن شفت الفيديو اللي نزلته على مستشفى الكفيل اللي رادوا على هذا الكيس الدهني من $100. هذا ابو حازم حي العامل، طبعا احد المتابعين قالوا له روح لابو حازم حي العامل شاله جد اخذ الصراحه. الله يسعدك ابو حازم، شلونك قلبي؟ الله يعطيك الصحه والعافيه والموفقيه. طبعا ابو حازم حي العامل، ايش قد كلفتنا هالعمليه الجراحيه؟ 5000 دينار. من 100 دولار هذا وشافك البراغ الجسر. الله يحفظك ان شاء الله ويعطيك الصحه. الله يخليك، والله ولا حسيت بيها. الله يحفظك، رحم الله والديك. ونتابع مصطفى الصافي وهو مسؤول سابق في العتبة، يخاطب السيستاني ويتحدث عن السرقات العلنية في مستشفى الكفيل التي لا يتحملها أصحاب الدخل المحدود من الفقراء، ويقارن حال مستشفى الكفيل بحال مستشفيات الدول الغربية، ويحمل السيستاني مسؤولية انتشار الإلحاد بسبب ممارسات العتبات المقدسة. فش قد لطيفة هاي المستشفى باسم أبو فاضل ابن علي بن أبي طالب، يجوها الفقرة قالوا لا احنا هاي سويناها للزنقين. سيدنا ما نسمح، أنا واحد من الناس جدي العباس ما أسمح، وإذا هاي أنت وراها ناقشك من حقي، هذا دين سيدنا باشر عقبة، أنا أقف بين يدي الله، هذا دين، دين حرمة العباس حرمة ما بعدها حرمة. لأن يعني وأنا نايم بالمستشفى مات واحد هدت عشيرة على المستشفى، ما يليق هذا، ما يليق. يعني مو ندمان على اللي دفعتني $1,800,000 ليلتين ما سووا لي عملية، لكن غيري هذا الفقير. لأن أنا شنو اللي أثار موضوعي سيدنا؟ أنا الآن عشرات الآلاف صرف علي بمستشفى الكفر والإلحاد، أنا قاعد بأمريكا أشوفني بس عوز مره يزفول، يلا وكيلك مقعدين مدللين، لا اذا قحيت انقلب الدنيا. بس انا متحصن متربي قاري عقيدة سيدنا، غيري يلحد، هاي مشكلة الالحاد بالعراق، هذا الضعيف سيدنا المرجرج رأسا يلحد هيك من الله هيك من كذا ما يؤمن. واحد قال لي اذا هذا الدين انا ما اريد اروح للحركة الالحادية، من أهل كربلاء قال لي، من أهالي كربلاء إلي قال لي، قاعد أختصر لك المسافة. فسيدنا يجب المراجعة والمساءلة أن هذا القاعد يصير راح يصير مطار للعتبة. شنو مطار مع العتبة؟ وين أرباحها هاي؟ منو سواها؟ المن هاي؟ هاي المليارات شنو؟ شنو شغل هاي المليارات؟ ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع متعلق بالمرور في العراق، معاناة المواطنين في ظل غياب حقوق المواطن. هذا الفيديو من أحد المواطنين في ساحة الواثق، دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام ماذا فعل المرور بالتقاطع من أجل سيارة واحدة تابعة لأحد المسؤولين. هاي احنا تقاطع الواثق، هذا الشارع مقطوع صار له ساعتين منتظرين مسؤول يفوت منه، هاك باوع هذا التقاطع كله يدق ويعيط، والمرور قاطعين الشارع على مود هذا ابو الدوريه مدري منو، هاي هاك باوع انتبه. لحد الان صار ساعه ننتظر بتقاطع ساحه الواثق، الاخ هذا النقيب ركاب، هذا كله على مود يفوت منه مسؤول مدري مرت مسؤول ما ادري، هاي فاتوا الاخوه فات واحد، هاي سياره واحده سوداء قطعوا الشارع على مود 3 ساعات، وهذا التصوير امامكم، هاي سياره سوداء واحده قطعوا الواثق وهذا النقيب نزل هذا. شكرا سيادة اللواء، المرور في خدمة المسؤول، المرور في خدمة المسؤول. دعونا نتابع مواطن يتحدث عن ممارسات السيارات الحكومية في شوارع بغداد بعد أن صدم من قبل أحد عناصر الحمايات أو أحد الشخصيات التي تقود سيارة ذات لوحة حكومية ليست مدنية. لاذ هذا الشخص بالفرار دون توقف لمساعدة المواطن المتضرر أو حتى الاعتذار منه، دعونا نشاهد. هذا باعوه سيارة حكومية ضربني وانهزم، وتحكي يا يقول لك كان حكومي، هذا باعوه هذا
شوفوه زين هذا حكوميه يا طلبني ولا زين ما راح استبرج قد العار شوفوه استبرج قد باوع رقم سيارته 23935 زين ضربني كسر عليه وانهزم باعوا هاي ضربته باعوا شو ضربني بالصفحه هاي ضربته باعها هذا شوف ايش كبرش قد شوفوا باعوا شوفوا ايش كبرش قد باع سيارته حكومه يحشي ضربني وانهزم سهله ولكن هذا لا يعني ان الكل سيء في العراق هناك شرطه مرور جيدين بالطبع لا يوجد بلد يوجد فيه الأشخاص السيئون فقط أو الموظفون الحكوميون السيئون بالطبع هناك تفاوت دائما في هذه القضايا شرطي مرور طبعا يجبر سيارة حكومية على عكس ما شاهدناه في المقطع الأول يجبر سيارة حكومية على العودة أدراجها لأنها سارت عكس اتجاه السير دعونا نشاهد إلى موضوع آخر مرتبط بقضية التعليم في العراق مدرسة الحكمة الابتدائية للبنات تأسست عام 1943 تم هدمها في عام 2011 لكن لم يتم إعادة بنائها أو بناء مدرسة أخرى مكانها ولم تعمر بل أصبحت الأرض التي شيدت عليها هذه المدرسة مكب للنفايات دعونا نشاهد إن الحكمة من تفليش الحكمة مدرسة الحكمة اللي تعد أكبر مدرسة بالقضاء هاي قدامكم اللي صار لها أكثر من 7 سنوات شوف إيش كبرها صار مكب للنفايات وهاي وياي أحد أحفاد مدينة الحمزة اللي هو للقوام أحفاد العبد المهدي راح يشرح لنا وصدق إنه القاحية انه مطالبين عليها انتم لو شيء لا اي شيء ما مطالبين احنا من العهد الحجي عبد المهدي القيم انطاها للدوله هديه لخدمه لصالح العام اللي يقول انه القوام معارضين عليها انا قدامكم لا معارضين عليها القوام ولا احنا نشجع عليها على البناء مالتها هاي انطوها هديه للدوله عود من اكثر من يعني من الاربعينات لحد الان اعطوها هديه للدوله القاع والدوله اليوم خليتها للزباين هاي الدوله الحديثه هاي الدوله الشيعيه هاي قدامكم صار 4 سنوات من تفلشت عفوا الحديد خلوها فلشوا لو مبقينها على المدرسه القديمه احسن افضل هاي قدامكم الناشد ونطالب مدير تربيه الحمزه تربيه المحافظه واللجان الموجودة مجلس محافظة مجلس بلدي أنت اللي لحد الآن صار لها 7 سنوات لحد الآن ما طلع لنا مسؤول وقال مدرسة الحكمة هتشي مدرسة الحكمة شنو سالفتها لحد الآن هاي أمامكم باقي بس حديد طبعا بالرغم ما نشاهده الآن من معاناة لدى العراقيين اليومية بالنسبة للتعمير للبنى التحتية للخدمات وغيرها من الأمور الأخرى لكن المواطن العراقي لا يستطيع الصبر والتحمل مشاهدة هذه المناظر يوميا ولذلك يبادر الكثيرون بجهودهم الذاتية بإعادة البناء أو الإعمار أو الترميم أو ما إلى ذلك ناشطون قاموا بإعادة ترميم مقاعد مدرسة النجوم بناحية الشيخ سعد بمحافظة واسط بعد إهمال الوزارة والمعنيين للمدارس الحكومية وقلة التخصيصات فنشاهد لأطفالنا وأولادنا مدرسة النجوم الابتدائية بارك الله فيك اي بابا عافية عافية
وإلى حالة مشابهة، شباب مدينة الفلوجة بادروا بإزالة مياه الأمطار المتجمعة بالقرب من إعدادية للبنات لتسهيل مرور الطلبة في مشهد يعبر عن المبادرة والجهد الذاتي في ظل غياب الاهتمام الحكومي. شباب بجهود جبارة بواسطة الأستاذ. يلا يلا يا شباب تنظيف أمام المدرسة. ومن يرد دار الدنيا نؤته منها ومن يرد دار الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. بارك الله فيك أستاذ، بارك الله فيك. جهود جبارة تنظيف أمام المدرسة. جهود يا الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مدرسة إعدادية جنين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، تابعتم الآن المقاعد الدراسية المتآكلة المهترئة، التعمير الغائب بالنسبة لطرقات المدارس وغيرها، ومدارس تهدم وتتحول إلى مكبات للنفايات. ترى ماذا تفعل الوزارة، وزارة التربية؟ 496 مليون دينار عراقي هو تكلفة شراء كارتات للتليفون للهاتف المحمول شهريا لمكتب وزير التربية. الشعب العراقي يتضور جوعا من جهة، والمدارس تعاني الإهمال ويعاد إعمارها بتبرعات وجهود ذاتية، في حين أن هذه الملايين تصرف فقط على كارتات لشحن هاتف السيد الوزير. دعونا نشاهد هذه الورقة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تلاحظون السيد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية المحترم شركة أو شراء كارتات، وهذا هو المبلغ وهذه الصورة، المبالغ طبعا كما تلاحظون المبلغ الكلي 496 مليون دينار عراقي. تخيلوا معي هذه الأرقام، دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذه الصورة وهذا الموضوع. هما يقول: والله لو أخابر مدرسة مدرسة طالب طالب ما أصرف هالقد. طيب في تعليق آخر، محمد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، 40,000 كارت بالشهر وأكو مدارس كرفانات في المقابل. يعني في تعليق آخر صبري يقول: ابتلينا بهم وأجمالا ابتلينا بهم وأجمالا يريدون يقطعون من رواتب الموظفين والمتقاعدين، خطية ما عندهم فلوس. ايضا لدينا حاج محمد الحسنوي يقول: خلينا نقول الرحله الدراسيه تكلف 100,000، يعني بالشهر 4,960 رحله لطلابنا الذين يجلسون على الارض في برد الشتاء. تخيلوا هذه الاعداد وهذه الكميات من المقاعد الدراسيه. محمد يقول: الكارت ابو 10 ب 12,000 ونص، مسجليه ب 15,000، وابو الخمسه 6 ونص، مسجليه ب 8,000، ابد ما بايقين شيء، واحد يسرق من واحد. يعني هذه الأسعار الموجودة في السوق، الشركة تبيعها للوزير أو لمكتب الوزير بأسعار أعلى، أو الوزير يسجلها طبعا بأسعار أعلى كنوع من النفقات. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الهاشتاج: وسم عراقي تخيل لو ماكو، لو لم يكن هناك. والتكملة ستكون من رغد، تقول: تخيل لو ماكو أحزاب فاسدة بالعراق كان عشنا حياتنا بخير وأمان. هكذا ترى رغدة. في تغريدة أخرى رغدة أيضا تقول: تخيل لو ماكو حكومتنا الرشيدة، تخيل لو ماكو حكومتنا الرشيدة وأكو حكومة نزيهة ومحترمة وتحكم هالبلد الغني
شلون كان صرنا. وفي تغريدة أخرى حيدر يقول تخيل لو ماكو سياسيين حرامية كان هسه عايشين بنعيم. وأيضا ضمن التغريدات مريم تقول تخيل لو ماكو نعمة النسيان كان هسه الأحزان ما تفارق وجوهنا والآلام ما تفارق قلوبنا. إذن هذه كانت التغريدات التي أو هذا كان الوسم الذي تفاعل معه النشطاء بتغريداتهم على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. طبعا كما نتحدث بالعادة مشاهدينا الكرام دائما ما تكون هناك كثير من التعليقات وكثير من التغريدات التي تأتي على المواضيع وعلى الأوسمة، لكن قدر المستطاع نأخذ منها طبعا الأبرز وكذلك العدد يحكمنا به الوقت، وقت البرنامج هو الذي يحكمنا به الأعداد التي نأخذها بالنسبة للتعليقات أو التغريدات. فشكرا للجميع، نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بفقرة بعد الهاشتاج، مواضيع متنوعة دائما ما نطرح في هذه الفقرة. نتابع مع حضراتكم الآن أزمات محافظة البصرة في العراق خلال عام 2018. ونتابع موضوع عراقي أيضا وهو عن عدم هدوء المحافظات العراقية والمدن العراقية منذ دخول الاحتلال وحتى هذه اللحظة. نتحدث طبعا عن المظاهرات والانتفاضات والغضب الشعبي الذي كان عارما طبعا منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة بسبب طبعا الظروف والمتغيرات التي طرأت على الساحة العراقية. فلنشاهد. بهذا وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام، أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.